نبوات الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة العظيمة البصخة المقدسة من مراسي أرميا النبي بركاته على جمال آمين. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضبه قادني وصيرني في الظلمة لا في النور، والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس راسي، أذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم، سيج علي حتى لا أخرج، ضعف ربطي ووثق أغلالي، دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر وصد صلاتي، سيج سبلي وأغلق طرق المسلوكة، فقلق جسم قوي صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختف، طاردني وصارعني وتركني هالكا، أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي فيا سهامه، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله، جرعني الحنضل وأسكرني أفسنتينا، هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، بعدت نفسي عن السلامة ونسيت الخيرات، باد أقنومي ورجائي من الرب، أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردده في نفسي وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفاته لا تذول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فناءنا، لأن رأفاتك لا تفرق، هي جديدة في كل صباح وعظيم إيمانك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجو، صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاءً،
يميل خده لمن يلطمه ويجبع تعيرا، إلا أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد، فأنه ولو وضعه يتراءف عليه ككثرة رحمته، لأنه لم يظغر قلبه بل تواضع لبني البشر، ليزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض، أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي، ليلقي الإنسان إلى الحكم عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيئته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب، فلنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي في السماء. قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر، قد التحفت بالغمام وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق، التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع لكي لا أرى فأطرح، تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وسخط، عيناي تسيل ينابيع مياه على سحق بنت شعبي، عيناي تحزن ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى ينظر الرب ويتطلع من السماء، عيناي تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة، قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقردوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكتان فاضت المياه فوق رأسي، وقلت أنه تركني عنه، صرخت إليك يا رب من جب سفلي، فسمعت صوتي، لا تمل أذنك عن طلبتي، في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف، حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي، نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي، رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائنة عليها، سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله، وتحريك شفاه القائمين علي، صرت تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وفي قيامهم،
انظر يا رب إلى عيونهم وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم، اطردهم يا ربي بغضبك وافنيهم من تحت السماء. مجد للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد، آمين.